الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في هي العليا، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لعبة اليوم هي لعبة حسابية بسيطة، قانونها كالآتي: عندنا مجموعة أعواد، وعندنا علامة زائد، وعندنا علامة يساوي. تقول المعادلة الآن: 1 + 2 + 3 = 4. حسابيا المعادلة مفروض 1 + 2 + 3 = 6. القانون يقول وين مكتوبة عندك لا من يساوي مع الـ مع الـ مع الـ الأعواد الأربع، هذا ما نمسوهاش، هذه لا تمس، ما نمسوهاش خلاص، يعني يساوي يبقى في مكانه والأعواد الأربع يبقى في مكانه. اللي نمسوها هي الجهة اللي من هنا. لمس، راكي تفكري تبعيني في الـ، راكي تفكري في الحل، تبعيني في الشرح. اللي نمسوه كالآتي: عود واحد فقط، عندك الحق تحرك عود واحد فتصبح هذه الجهة تساوي حقيقة أربعة. أستاذ مرحبا، نقدر نحذفوا حاجة ولا تحرك عود واحد فقط؟ تحذف، تغير له مكان، ما كاش إشكال، المهم تحرك عود واحد فقط. ونقدر نحاول حتى نكره. نعم نقدر نحاول. مش حتى تكره، حتى علاش خلاص ماشي حتى يخلص، تحاول حتى تلقاها. هيا تفضلوا. شطيناها أستاذ. واحد ناقص زوج زائد واحد، واحد ناقص اثنين يساوي ناقص واحد، ناقص واحد زائد ثلاثة يساوي اثنين. معليش معليش، جرب جرب، ما فيها والو، جرب. زوج ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة، يساوي صفر. واحد زائد اثنين زائد ثلاثة يساوي، تحرك عود واحد فقط، خليني نشوف، ها خلوني نشوف، تحركوا عود واحد فقط. حيوة كامل. كيما تحبوا. المهم تحركوا عود واحد. وهكذاك راك حركت أكثر من عود أكرم. حركت أكثر من عود. تحركوا عود واحد فقط. راك أني أسمع غير كلمة صبر صبر. رانا كاع صابرين، اصبر انا صابرين. ماذا قلت له بشيء اصبر ما يمش. هي عيود اصبر. هو الكلمة اللي لازمها هي فكر. واحد تحرك عود واحد إيهاب. أنا بالي واحد. صحيت. ثلاثة. واحد كم؟ زوج. خمسة. واحد. شحالكم حركتوا زوج أعواد تما صار؟ حركنا والو ما حركنا والو. زوج. صح. أربعة. خمسة. خمسة. كيف سيزوج؟ قلت لك شنو؟ عندها حل واحد. ماما. أي ورونا كيفاش راكم تفكروا يا جماعة. وي 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 أصبر شوف. لا أصبر. صح خليه، لا مسنحي شوف يدك، خليه يشوف. واحد زائد اثنين ثلاثة. ثلاثة. زائد واحد. أربعة ناقص واحد ثلاثة يساوي ثلاثة. قريب قريب على بالي بلي قريب. عاود رجعوها كما كانت. باش نشوف مليح. شوف مليح. كاين حاجة حتصرا فيها هذا. واش راكم ديروا تما نتوما؟ هاد واش عم يدير؟ ناقص واحد ناقص واحد يساوي ناقص ثلاثة. ناقص واحد ناقص اثنين يساوي ناقص ثلاثة زائد ثلاثة يساوي صفر. يساوي من مسوهاش؟ متمس. واش حبيت مس؟ غير يساوي. عود واحد فقط هذا ما كان. لا لا نديروها لا تساوي. لا لا يساوي، لا لا يساوي من مسوهاش؟ يساوي من مسوهاش؟ ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة واحد. واحد. ماشي صحيح. وخرج من الإطار تاع الصبورة. ما قلت واحد يكتب في العملية في الحيط. زوج ناقص زوج. أنا لازم تبقى لنا واحد. أنا لازم نحط ثلاثة. خلاص الآن أنا نعطيكم الحل. هذه
نحطوها لهنا مع زوج. ماشي هذيك. ماشي هذيك خلاص. ماشي هذيك. شوفوا معايا الحل، الله يجازيكم. كي نرفد انا هذه. أني شحال رفدت من العود؟ وحدة. صح. ونحطه هنا. في العود اللي ما قبل الأخير، شحال يولي؟ ديروها تشوف عندكم تما. ارفد هذاك تاع العود اللي منا وحطه هكذاك، واش يولي؟ وين؟ هيا قرا دوك العملية شحال تولي؟ ناقص. علاه ناقص؟ واحد زائد واحد زائد. هذا نرفدو ماشي. زائد واحد زائد. واحد عندها زوج ديال. شحال يولي؟ لا لا هذاك بعده من تم وخروا وخروا لهنا هذا هذا ما كان هذاك زايد يولي هذه واش درنا صحيت واش درنا هذاك هذاك العود اللي كان هنا هذاك تاع اثنين هذاك اللي كان هنا رفدناه حطيناه هنا فوق هذا العود متى زدنا زايد واحد اخرى زدنا زايد واحد اخرى ولات واحد زايد واحد شحال تساوي واحد زايد واحد شحال زايد واحد ثلاثة زايد واحد أربعة شحال يساوي؟ أربعة هيا خلاص معنا جاتهم صعيبة جات صعيبة هذه سهلة هي الحقيقة صعوبة وين تكمن في أنك شفتها ولا ما شفتهاش هذا مكان أما الآن أنا في واحد الهدى كيماتي بصح الواحد أكيد 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 أما الآن وين نمشيو؟ الموضوع نمشيو لموضوعنا اللي راح نعرفه بعد لحظات بإذن الله تعالى موضوعنا اليوم هو من المواضيع المهمة في حياة المراهق سنعرف فحواه بعد المقدمة التي ستتلوها على مسامعنا لميس تتفضل مشكورة من عدل الله في عباده أن يبعثهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يحاسبهم على أعمالهم ويقيم لهم من أنفسهم شهودا ويقتص لبعضهم من بعض ويجازيهم على الإحسان إحسانا وجنة وعلى الإساءة عذابا ونارا استقامة المراهق في دنياه مرتبطة بمدى تعميقه لهذا المعنى في قلبه هي العليا تساهم في ترسيخ هذه المعاني في عدد اليوم المراهق ويوم الآخرة شكرا لميس لاي جزيك ربي يحفظك الموضوع اللي اليوم سنتناوله بالنقاش هو موضوع نظن بان من المقدمة سنتحدث عن المراهق وعلاقته باليوم الآخر قد يتساءل البعض ويقول لك يعني ما دخل المراهق في اليوم الآخر ما دخل المراهق في بعض الأشياء اللي هي متعلقة بالروحانيات ما ما ما, ما دخل المراهق في الأمور الغيبية لأن اليوم الآخر هو من الغيبيات يقولوا ما زالوا صغير بالضبط كي يقولوا ما زال هذا هو ما زالوا صغير خليه يعيش يعني ما كيكون صغير هذا هو وإحنا في عدة مرات تكلمنا أن مرحلة المراهقة هي مرحلة حساسة لما الإنسان يتعلم أشياء في مرحلة المراهقة هذه الأشياء ستؤثر فيه ما بقي يعيش في حياته فحديثنا عن اليوم الآخر هو من باب الرجوع إلى المنهج التربوي النبوي السليم والصحيح عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تروي حديثا تقول في صحيح البخاري إن أول ما نزل منه أي من القرآن الكريم الآية تتحدث عن الجنة والنار فلما فاء الناس إلى الإيمان نزلت الآية تتحدث عن الحلال والحرام ما معنى هذا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى 13 سنة في مكة المكرمة يدرب ويعلم ويربي الصحابة على شيء يسمى قوة المعتقد والعقيدة لما قوي الإيمان في قلوب الصحابة وذهبوا إلى المدينة المنورة استطاعوا تغيير حتى مجرى تاريخ البشرية البشرية في ذلك الوقت كانت تسير في جاهلية نكراء وفي ظلام وظلمة استطاع الصحابة رضي الله تعالى تغيير مجرى التاريخ فانتشر النور بين البشرية وانتشر العدل وانتشر التسامح وانتشرت القيم الإسلامية هذا كله بماذا؟ بتلك التربية التي تلقاها الصحابة في المرحلة المكية 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة عن النار عن الإيمان بالله عن أدلة وجود الله عن أدلة وحدانية الله ولهذا هي العليا تنتهج نفس المنهج النبوي السليم نتحدث عن بعض الأمور الغربية والروحانيات اللي هي ستقوي إيمان المراهق بربه وبهذه الأمور وبإذن الله تبارك وتعالى سينطلق في حياته مطمئنا مرتاح البال
أول سؤال أود أن أطرحه عليكم وأتمنى أن تتناوله بالنقاش، ما أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المراهق؟ بمعنى المراهق ليامن إيمان جازم بلي هناك يوم آخر سيحاسب فيه الناس، وش الأثر تاع هذا الإيمان هذا في حياته؟ يجعل له يعني هدف في هذه الحياة، يقوي خوفه من الله كما قلنا في الحلقة يعني سابقة، الخوف من الله يجعلنا نتقرب إليه، التقرب إلى الله يعني يجعلنا تسوية الإيمان، إيماننا أو تسوية ديننا، يقوي الربط الديني أستاذ، يخليك تعيش باش تدي الجزاء تاعك في يوم الحساب، تخليك تعيش باش كفادك اليوم وين تعرض بينك الجنة والنار، أنت تكون من أهل الجنة، من أهل الفائزين، مش من أهل الخاسرين. أنت تخلي نفسك تتعب وتجهد، يقولك عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تعيش غدا، كأنك تموت غدا. ما أنت لازم واحد يخدم بلي حيموت غدوة ويعيش بلي راهو عايش أفي ما يحيش يموت، هكذا باش إن شاء الله هنكون من الفائزين في يوم الحساب. مصداق لقول الله تعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صح، كأنك تعيش أبدا صح، وكأنك قد تموت غدا. هذه بعض المعاني. تفضلوا خليك تخاف اليوم الآخر، في اليوم الآخر أخي كل واحد يتحاسب. صح، النار الجنة، ودوكا يخلي واحد زعما دوكا واحد يتفكر النار، يخاف يدير المعاصي، يرتكب المعاصي ويولي يدي الطريق الصحيح باش يصلي ويدير الحسنات، يدير الحسنات في حياته باش يروح للجنة. خاطش كاع بالنا كي تلحق يوم الآخر كاع نتحاسبوا على واش درنا وش ما درناش وش عصينا كلش. هذا يرتكب المعاصي في يوم القيامة من دوم عنا والو، ندو غير الأعمال تاعنا والأفعال. إذا خاف المراهق يوم القيامة أصلح، كيكون دائما بين الحين والآخر يذكر نفسه باللي كاين يوم القيامة وكاين حساب، كاين جنة أو نار، يصلح نفسه ويساهم في إصلاح غيره من المراهقين، يدعو الآخرين إلى الصلاح من المراهقين، يعصم نفسه من الخطأ، يعصم نفسه من الخطأ، كي يتفكر وش حيلاقي وش حيدي معه الزاد اللي يقابل به ربي، تمك يقدر تمك يعاود كاع حساباته يشوف روحو بلي راه غلط، تمك يتفكر يشوف بلي روحو راهو في هاويه، يقدر يسلك روحو في البدايه ولا ما يكون خلاص غلط كامل، يقدر يعاود يتوب ويسترجع باش نهار يروح يرفد هذاك الزاد ويتفكر هو اليوم القيامه يعاود يتوب. انا متاكد بلي يعاود يتوب ويعاود يولي صالح في يوم الاخره، ما حنديو معنا والو، دراهمنا ناني حوايجنا ناني واش عندنا نمتلكوه في الدنيا، كل واحد يحوس على روحه، ما كانش واحد يحوس على صاحبه ولا الاخر، حتى ما يحوسش عليها في يوم الاخره. صح، ونديو معنا غير الافعال تاعنا واش درنا في حياتنا ونتحاسبوا عليها. صحيح، هنا وانت تتحدث انا تتبادر الى ذهني ايات من كتاب الله عز وجل، من بينها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب راح يجيب الأعمال، راح يجيب معها الإنسان الأعمال. الحاجة الثانية تبادر إلى ذهني قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وشنو؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل الناس يوم القيامة ينادي نفسي نفسي نفسي، كاين واحد فقط ينادي أمتي أمتي، رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحيد في كل الخلائق، من بين كل الخلائق الوحيد الذي سينادي أمتي أمتي، وراح يكون ساجد عند العرش يوم القيامة. باش نديروا في بالنا أن الناس سيبعثون حفاة عراة غرلا، يعني الناس راح يجوا بلا لبسة والناس راح يجوا حفيانين، لدرجة وإن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سقسات النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله يعني الرجال والنساء يكونوا هكذا مع بعضهم بعض ويكونوا ناس ماشي لابسين، قال يا عائشة كل مشغول بشأنه. هذاك ما يشوفش يرجع يشوف نفسه برضه، يرجع أستاذ مقلق كيفاه، لازم ولا كان من أهل الفائزين راهو مرتاح، ولا كان من أهل الجنة من أهل النار يقعد يحوس كيفاه يزيد الحسنة تاعو باش ما يدخلش يتعذب. هذاك الناس كلهم مشغولين بحاجة واحدة اللي هي مهطعين إلى الداعي، معناها كاين واحد راح ينادي المكان راح يجتمع فيه كل الناس. ومن أغرب ما قرأت في القرآن الكريم
قول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني يوم القيامة كي يخرج الناس من القبور تاعهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرج الناس من قبورهم فالإنسان يفنى كل شيء، يعني إحنا الإنسان كي يدخل في الأرض يفنى فيه كل شيء ما عدا عظمة صغيرة واسمها عجب الذنب. عجب الذنب هذه عظمة صغيرة قد الحبة تاع العدس اللي موجودة في العصعص، يعني في آخر العمود الفقري لتحت، هي عظمة صغيرة هذيك. تشوف داروا تجارب، داروا تجارب يكسروها متكسر. ما تتكسرش، يحرقوها ما تتحرقش، ما رب العالمين حافظها. عجب الذنب عظمة هكذا صغيرة قد الحبة تاع العدس، يوم القيامة كي تقوم الساعة على بالكم واش يصرى، ينفخ في الصور مرتين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخ في الصور كاين ملك راه هكذا حاكم البوق وينتظر متى يأمره الله بالنفخ في الصور، كي ينفخ في الصور تقوم القيامة. والقيامة ديروا في بالنا حاجة أنه ما يشهدهاش، ما يحضرهاش مؤمن واحد، مؤمن واحد ما يكونش في الأرض، تجي واحد الريح حمراء طيبة تدي كاع الأرواح تاع المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني ما تقومش الساعة إلا إذا كان جيل تاع كفار وولدوا جيل واحد أخر تاع كفار، وتقوم الساعة وموجودين غير الكفار فقط. فهذاك عجب الذنب ينزل واحد الماء من السماء، مطر ينزل من السماء، غيث ينزل من السماء، هذاك الغيث هو اللي يروح لهذاك عجب الذنب ويعاود يتكون منه إنسان آخر. وهنايا للكفار كانوا يحبوا يستهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجيوا يقولوا له العظم هذا أخي يولي رميم، يولي رميم، يولي تراب، يولي ما كان حتى حاجة، يتفتت، كيفاش يعاود يولي الإنسان من يعاود يولي هو رميم ويعاود يرجع من ظهره جديد. الله تبارك وتعالى يجيبهم بإجابات بسيطة، يعني شوف البساطة على القرآن الكريم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بمعنى ربي اللي أنشأ الإنسان وهو في بطن أمه يحييه من بمعنى قل لي الله يجازيك شكون اللي صعيب احنا كبشر حاجه نديروها لاول مره ولا نديروها لثاني مره؟ اول مره. حاجه كي نديروها لاول مره هي الحاجه الصعيبه. الله تبارك وتعالى يخلق الانسان فاعاده خلقه اهون، يبدو لي ابسط هذا بالنسبه للعاقل، بصح الكفار تعرفوا واش يقولوا اللي ما يمنوش باليوم الاخر، وهذا اللي يخليهم ساكن يعيشوا كالبهائم والعياذ بالله، يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمعذبين. يقولوا باللي يودي ما كاش آخرة، يقولوا باللي نحيا ومن بعد كي نموت وخلاص كلش ما كان احتاسها مراه. هذو اللي يسموهم في الفلسفة الإسلامية اسمه الدهريون. الدهريون شكون هما؟ هما الناس يقولوك باللي تعيش للدنيا وخلاص، تعيش وتروح ما كان حتى ما كان واحد أخر تروح ليه. السؤال الثاني اللي ممكن يسوقني الآن في الحديث تاعنا لهذا الشيء هو باش نقدروا نستدلوا باللي الاخره لازم تكون. بس قبل ما نبداو نجاوبوا في هذا السؤال، وانت تهضر وانا راك تهضر وتوصف هذوك الاهوال، انا نتخيل اماك استاذ كان نقدر نقول لك بلي بالك انا خايف من هذاك اليوم. ايوا ولازم نخاف من صحيح. اماك استاذ انا نتخيل كامل اللي تجيك هذاك تخاف توصل تما وما توصلش للمبتغى تاعك. على بالك انت وانت تهضر الان لطفي تعرف كيفاش دار؟ انا كنت تهضر والله صدقني بالله كي قلت انت شوف كيفاش دار لطفي، دار هكذا الرهبه والله لا درتها ولا ما درتهاش لطفي، معناها شوف وعلى بالك هذا هو. شوف هذا يسموه التربيه بالمواقف، موقف كيما هذا ما نقدرش نفوته. شفت واش دار الان لطفي كي ارتعدت كل فرائس تاعو؟ على بالك باللي هذا الذي يصنع الفرق بين المراهق اللي يامن باليوم الاخر والمراهق لليوم الاخر ما يباليش به. شوف نهار تشوف الفرائس تاعك كي تذكر اليوم الاخر يرتعدوا، تما دير في بالك باللي نقول لك حاجه والله غيرك في الطريق المستقيم. كاين شي مراهقين هذا هو
عم بالهم بلي الاخرى عفسه سهله، بالهم بلي جهنم عفسه سهله، النار صغيره ما تتكمل ما تروح. دوكا ايماجيني هذيك النار ما كان كاين بزاف اللي تحرقوا، ايماجيني هذيك النار هذيك اللي قستاو بديت توجع وتقول تحرق بزاف، ايماجيني في النار 20 مره اكثر منها، ما لا تخيل العذاب هذيك دابا المبتغى تاعك، تخيل هذيك العذاب اللي حيصاي تاخذو نتايا. اسمح لي، هي هي النار اكثر منها ب 99 ضعف، يعني 100 مره اكثر، 100 مره. وربي قال ان عذابها كان غرامه، يعني لصيق يلصق. لا لا لمس تفكر، الله يجازيك، تفكري واش راكي حتقولي باش هكذا نمشيو اللي راحين يقولوا لنا بعض الاراء، ونرجع لمواصلة الحديث عن المراهق والإيمان باليوم الآخر. سنعود بعد لحظات بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم قيامة وعرة، وعرة باسكو الأعمال تاعك كاع جمع عمر بسبحان الله لجورني وحدة، ثم الافعال تاعك اللي يهضروا ماشي زعما نتايا، الافعال تاعك وربي سبحانه كتب الاعمال تاعنا كاع كتبهم في اللوح المحفوظ. هذاك هو الشيء واعر يا ويحو، هذاك هو الشيء الواعر يا ويحو اللي ما راهوش يدير المجهود ديالو. دوكاتي الصلاه الصوم، يعني احنا الوالدين ما نكذبش عليك، انا هذه واش في فمي صلاه صيام، صليت ما صليتش، يا وحهم هذه هي. لازم اولا تكون متقي ربك وتفتي عنك الحوايج ما يش ملاح، وتركز على صلاتك، لان الصلاه هي عماد الدين. اول حاجه الصلاه لازم الانسان، لازم الانسان يكون يصلي ديما، لازم ما نضيعش الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاه عماد الدين، من تركها ترك الدين كله، ومن اقامها قام الدين كله. وهذه القيامة يتحسبوا، يا كل عفسة درتها تحسب عليها، سيئة حسنة ولا سيئة يا تحسب عليها. يوم القيامة يوم صعيب بزاف، ويا حليل خو نهار، يا حليل هاد الشباب اللي ما رامش موجدين وباش راح يقابلوا ربي، والله غير صعيب الشيخ بار اكزومبل اللي ما يصليش يفوز بالجنة، يفوز بالجنة هي يا حاجه كاع يتمنوها كاع الناس. مالوروزمو كاين ناس يتمنوا الجنه بصح بدون الاعمال، تقعد هكذا التوكل، تقعد ان شاء الله ان شاء الله ندخل الجنه ان شاء الله يهدينا. السلام عليكم، ما عاونكم خاوتنا. ها مامي كيما واحد البارح من بعدناش كاع قلت له وعلاش ما تصلي، قال لي انا ماشي تاع الناس توصل الجمعه نصلي اليامات الاولين. قلت له علاش؟ قال لك ربي سبحانه صلي الجمعه برك. قال لي لا لا خفت. وعلاش تخاف؟ صلي ربي يهديك، ما تعندهمش، عندك 5 صلات في السمانه في اليوم لازم تصليهم. نحن متاخرين في هذا الباب، وهذا ربما راجع كما أسلفت لضعف الوازع الديني، وكذلك الرقابة من طرف الأولياء على أبنائهم، وهذا رقابة سابقة ولاحقة، أيضا رقابة سابقة من حيث غرس الأخلاق الحميدة، وكذلك دائما التذكير برقابة الله على الفرد، رقابة الله على العبد، لذلك رقابة سابقة من الفرد من الداخل، وهي كصوت من الداخل، صوت الضمير. إذا نمينا صوت الضمير لدى الفرد تكون له رقابة داخلية على كل أفعاله، بحيث يشعر برقابة الله عليه، وبذلك يستطيع أن يتجنب قدر الإمكان السلوكات السلبية. بيان سور يوم القيامه ما يحش بالك جو بونس على حساب تخمامي، بالك ما يحش بالاهوال بزاف، باسكو بالك تجوز عليه خفيفه على واحد اللي متهاون في دينه ولا متهاون في صلاته ولا متهاون في صدقه. الوغ جاب لي ربي كو الصلاه والقران والصدقه هذوك يرفعوا من مقام الانسان نهار القيامه، و جو بونس كو يخبيو عليه كلكو
زعما شويه اهوال قال الاهوال ماشي حتقيسو تبع ربي اونفان جو بونس. يوم القيامه هو وقت يوم الحساب تما اللي يجبد الكتاب واش كاش مسجل تحاسب عليه كل صغيره وكبيره هذا يوم القيامه. ربي يثبتنا ان شاء الله. يوم القيامه واش تسنى؟ تسنى كل واحد راح يدي حسابه كل واحد يتحاسب على حساب اعماله والبنادم ان شاء الله يا اخو واش راح نقول لك ان شاء الله نبنيو كيما نبنيو واش كتب لنا ربي هذاك هو وان شاء الله ربي يثبتنا على الدين والصلاه والطاعه هذا ما كان. نعود الى الحديث عن اليوم الاخر واهميه الايمان به عند المراهق. لميس كنت حابة تقولي حاجة قبل ما نمشوا الاستماع لآراء بعض الناس؟ تفضلي لميس وش حبيت تقولي؟ يعني هي مليح المراهق كي يخاف يوم القيامة هي مليح الخوف هذاك بلك يحفزه يعطيه يعني يخليه كما قال أكرم قبيلي يوضع هدف في الحياة هذه بالصح. وعلاش ماشي إضافة إلى الخوف يكون حبا في لقاء الله صحيح. حبا في الجنة صحيح. وعلاش ماشي وعلاش وخاصة نحن مسلمين وعلاش الإنسان في حياته ما يشوفش يوم القيامة غير خوف صحيح. يشوفها بلي لازم نعمل أو جاي يوم الآخر كاين جنة كاين فردوس أعلى كاين لقاء بالرسل كاين لقاء بذو الجلالة والعظمة لازم نشوفه يعني من ناحيتين باش تكون مثابرة أكثر باش يكون إيمان أقوى. أنا صحيح. بالنسبة لي صحيح. أنا أقول لك حاجة الناس ذو طبيعتين واحد اللي يمشي بالبونر بالمتعة وكامل نعم. وكان اللي واحد يمشي بالخوف كاين واحد كيتسقسي تقول له ألا تصلي واحد يقول لك خوفا من الله واحد قال لك حبا في الله نعم. وهذا يا أخي أستاذ جاء في القرآن الكريم عدد آيات ترغيب وعدد آيات ترهيب نفسها نفسها. الآن السؤال اللي حبيت نطرحه كيف سيكون حال المراهق عندما يغيب عن باله وعن ذهنه أصلا الحديث عن اليوم الآخر ما يهضر عليه ما حتى وكأنه اليوم الآخر هذا مش موجود يكون تائها ونهار يتفكر أستاذ يجيها يكون تائه ضالا يعني في تاريخ لا يعرف مبدأها ولا يعرف أين يبدأ ولا أين ينتهي صعب أستاذ نهار اللي ما يهضرش كاع ونهار يتفكرها يرجع مشتت أستاذ ما يعرفش وش ويدي زغل يرجع غير يفكر فيها من التوتر القلق ومن بعد يرجع عنده ضغط و انحراف صحيح. أنا بالنسبة لي كي يكون المراهق ما عندوش حاجة واسمها الإيمان القوي باللي كاين يوم تتحاسب فيها لأعمالك أكيد حيكون هذا المراهق منحرف حيدير الحاجة الشهوات وكاع اللي ربي حرمهم علينا وقالنا باللي طريقهم أكيد نار جهنم والعياذ بالله يعني أكيد حيدير كاع الشهوات تاعو هو أصلا ما راهوش يولي ما عندوش حدود ما عندوش ضوابط ما عنده أي حدود صحيح يرجع عايش كالكفر أستاذ أنا عم لطفي يقول لي ما يخافش الله سبحانه وتعالى صحيح. إذا كان هو ما يدولي ما عندوش علاقة باليوم الآخر راح يزول من قلبه خوف الله تبارك وتعالى عايش أستاذ كالكفر كالذين لا يعبدون الإسلام يعيشون للدنيا يعبدون الله يعيشون للدنيا يعيشوا يحبوا يعيشوا كيما هما يموتوا مسلمين يولي كيما الناس اللي شغل ما عندهم شيء في الدنيا تاعهم ما كانش الآخرة خلاص الموت وخلاص ظلموا كان والو عموما المراهقين ما تلقاوش تربية إسلامية دينية بز يكون تفكير تاعهم في اليوم القيامة يكون ضعيف صح يعني صح. وهذا واش يؤدي بهم هذا كيكون إيمان تاعهم في الدنيا لا في الآخرة ايش المعنى الحقيقي يخسرهم قاع صح المراهق هي قالت التربية تبدأ من الصغر من البيت أنا. الأم كيفاش تربي بنتها الأب كيفاش يزرع في وليده مع المبادئ يعني الخيرة بصح قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. أغلبية المراهقين والشباب جعلوا الإسلام عنوانا دوكا كي تقصي أغلبية الشباب يعني في الأوساط تاعنا هي مسلمة وكانت تقصيها على وش من مغني روا أو طالع وش من الشباب بالنسبة للشباب وش من جوع أو لاحق كيفاش يجاوبك تقصيه بالك كم عدد زوجات الرسول شكون هما أشهر الصحابة أبكي حديث نبوي واحد ما يعرف قول أعطيني خمس أسماء تاع صحابة يقول لك أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان يزيد لك يزيد صحيح واش كان في هذاك اليوم ولهذا هي العليا أركان الإسلام نصهم ما يعرفهمش إيه صحيح 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 وهذا الأمر هذا الأمر في هي العليا خلينا إحنا ما نعيبوش على هذا الناس بقدر ما رانا نحاولوا نوصلوا هذه المعاني لهذا الشباب احنا هدفنا من هذه الحصه نبلروا محور الله بالذات لانه باش نعايروا شخص نقولوا له انت ما تعرفش وانت ما درتش احنا حبيناش هذا هذا لا احنا ما تكزيستيش لا وثاني هذا امر سهل هذا امر سهل صحيح باللي كاين يوم القيامه ونفهموا كيفاش بالذات فاحنا عوض باش نسبوا الظلام نشعلوا شمعة على الأقل شمعة مصحنا الحمد لله أنتم ما راكم ست شمعات راكم تشعلوا هذا هو شعلنا قلب لطف سبعة أغلب نعم سبعة لا أنا بروجيكتور مليحة فأنتم قاعد بروجيكتور الله يبارك الله يسلمك وتعرف هذه تعقضية الشمعة هذه الشمعة هذه يقول لك متى يصبح الإنسان إنسانا تعرف وقت الشيء يولي الإنسان إنسان هو لما يولي هو يشع يولي يضوي ويضيء للآخرين وبقدر إضاءتك للآخرين بقدر ما أنك ترجع لإنسانيتك الحقيقية قد ما تضوي للناس طريقهم قد ما أنت راك رجعت صح للإنسانية تاعك فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مصابيح تضيء للآخرين تضيء لأنفسهم وعلى قدر المصباح تاعك اللي كان عندك في الدنيا على قدر النور اللي راح يكون عندك يوم القيامة. الله. هذا هو نورهم يسعى بين أيديهم بين أيديهم وبأيمانهم معناها بقدر النور تاعك كاين النور تاعو راح يكون عنده قدر الضفر تاعو كاين النور راح يكون قدر الأصبع كاين النور راح يكون قدر الأيدي وكاين النور تاعو راح يكون قدر جبل أحد. إلا أنه الحاجة اللي هي تما ما يقدرش واحد ما عندوش نور يجي يقول لك نمشي قدامك باش أستضيء بنورك ما ينجمش. كل واحد سيستضيء بنوره وكاين بعض الناس مساكن ما عندهمش اصلا نور ما يجيش هذا هو من بين الاشياء اللي تخلينا رانا نصنعوا هو ايماننا بهذا اليوم الاخر السؤال اللي يبدو لي مهم جدا هذا الان سؤال باش نعرفوا واش يصرى في هذاك النهار ما هي اهم الاحداث اللي ممكن توقع في اليوم الاخر استاذ اول حاجه بعد موت الانسان هي حياه البرزخ حياه البرزخيه اللي هي الحياه تاع القبر نعم بعدها على ما أظن تكون وقت الحشر نعم الحشر يخرج الناس باش يروحوا إلى بعدها الحساب أول فئات تخرج للأرض المحشر منين تكون أول فئة تخرج تروح الأرض الكفار لا أول فئة هما الناس اللي مدفونين في المدينة المنورة في البقيع في المدينة المنورة أول فئة اللي تخرج إلى أرض المحشر لا اسمح لي من وقت الرسول لا حتى دوكا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآخر ساعة يا ربي نموت في المدينة قولوا أمين أمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل من استطاع منكم أن يموت واحد نهار ذكرت هذا الحديث قال لي واحد ما لا ذكرنا في المدينة نضرب روحي موسى لا هنا وش معناها وش معناها هنا إكثار الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأنا نعرف شخص شوف لما واحد يكون صادق في الدعاء تاعه نعرف شخص ونطلب له رحمة ربي سبحانه وتعالى هذا عمي محمد الله يرحمه ويوسع عليه هذا 17 سنة وأنا نسمعه كل عام يمشي للعمرة في رمضان كل عام
يقول لي هكذا، يقول لي الشيخ دعي لي ربي نموت هذا العام في المدينة المنورة. احنا نقول له امين صدقوني بالله. لما كان صادق في العام في المرة 17 يعني بعد 17 سنة مرض في المدينة المنورة وطلع وراح له وليده باش يجيبوه يعني يجيبوه الجزائر باش يعني يداويوه. قال له وليده شوف وليدي الى ربي راه مكتب لي باش نموت في المدينة نوقف لك هنا ونحاسبك امام الله اذا كان ديتني المكان اخر. وبالفعل يعني قعدوا تما وقعدوا دخلوا المستشفى قعدوا يداويوا فيه ومات في المدينة المنورة. وعلى بالك اللي مات في المدينة المنورة تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيكون من بين المجموعة الأولى التي ستسير إلى أرض المحشر. أستاذ ملا أنا زدت هدف هدف حياتيك لازم موت في المدينة المنورة. الله يقوينا الخير. أمين. وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن شاء الله. نقول إن شاء الله نموت إن شاء الله نموت بالعمل الصالح. أمين. نكمل أرض فيها. نكمل. أتفضل. الحساب ثم الصراط بعد حياة البرزخ والحشر. الحساب الصراط قبل الحساب يعني الرسل يعني يأتون ويقولون حججهم لله عز وجل ضد قومهم الذين كفروا بهم. ثم الحساب ثم الصراط يجي الميزان قبل الميزان ومن بعد قبل الحساب وش راح يكون الصراط قبل الكتب لا. تناثر الصحف نعم. يعني الناس راح يدي وشوف سبحان الله العلي العظيم شوف القرآن الكريم كيفاش دقيق. القرآن الكريم قال وأما من أوتي كتابه بيمينه وبعد في آية واحدة أخرى يقول وأما من أوتي كتابه بشماله وفي آية واحدة أخرى وش يقولنا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تعرف عجيب انا قاعد نتساءل نقول علاش كاين الناس يجيبوا يديوا الكتب تاعهم ورا ظهرهم. تعرفوا علاش خجلا ماشي قضيه يحشموا سفيان. تعرفوا واش يدير كاين اللي في الدنيا هنا كانوا معاندين مكابرين لدرجه كبيره ما تقدرش تصور واش يديروا يوم القيامه. يوم القيامه يقول لك كاين اللي يحيدوا الكتب تاعهم بالايمان باليمين تاعو كاين اللي يحيد الكتاب تاعو بالشمال تاعو واش يديروا هما. يقول لك انا ندير يدي وراء ظهري هكذا ما نديها لا من اليمين لا من الشمال. بصح رب العالمين يقول لهم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره زيد فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا اللي كان يظن باللي ما يجيش لهذا النهار أو جاء وربي كان به بصير فيأخذ كتابه وراء ظهره. بعد تناثر الصحف إن شاء الله يا رب العالمين يعطينا الصحف تاعنا بالأيمان تاعنا. خليني أقول لكم واحد الخاصية برك في الصحف شوفوا رحمة ربي. إحنا كي نكتبوا الورقة تكون بيضاء الحبر كيفاش يكون لون تاعو أزرق أو أسود. على بالك من رحمة الله أن الصحائف يوم القيامة تأتي أبيض على أبيض. وكيف تقرأ؟ تعرف كيف تقرأ؟ باش كيكونوا الناس قدام بعضهم بعض واحد ما يشوف الصحيفة تاع الأخر لأن كاين ذنوب درناها في الدنيا ربي يسترها لنا. تخيل لو كان يشوفها واحد وبعد كده يخف قدام ربي يقول لك ما نحاسبكش عليها. كاين بالك الناس يغيضهم الحال بصح ربي ستير استرها عليك في الدنيا يسترها عليك في الآخرة. وقتاش تبالك كي تروح توقف راح توقف وحدك ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان. وفي هذه نحكي لكم بقصة ونختمه إن شاء الله. كاين واحد أنا كنت إمام في أحد المساجد في الجزائر العاصمة لمدة 16 سنة. كان واحد العجوزة كانت كبيرة وكانت مريضة وهي لا تعرف الحديث بالعربية تهضر غير بالقبيلية. قالت لهم قولوا الشيخ يجي عندي. رحت عندها أنا نعرفها أنا قلت لها هي اسمها لا حد الله يرحمها ويوسع عليها. قلت لها كذا بديت نهضر معها قالت لي نحس بلي راح نموت اكتب لي الشهادة في ورقة اكتب لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالت لي حبيت نديها معايا في قبري. قلت لها مصح علاش حبيتي؟ قالت لي أنا ما نعرفش نهضر العربية والقبيلية تما ما يفهمونيش. قلت لها ربي هو اللي خلق كاع اللغات هذه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قالت لي قل والله غير يفهموني كي نهضر بالقبيلية. قلت لها والله غير يفهموك. قالت لي مالا خلاص ما تكتب لي ما والو أنا ندبر راسي. معناها ليس بينك وبين الله ترجما جبر روسيا
يهضر معاك تجي بالهنديه بأي لغه كيما حبيت تهضر. لكن كاين الناس يوم القيامه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. نسال الله ان لا نكون منهم. أمين. اليوم الاخر مهم جدا ان نؤمن به. حديثنا عن اليوم الاخر حديث قد ممكن جدا يطول، والحديث قد يطول لي ما نقدرش نقول لأعداد، ما نقدر نقول لسنوات، لأنه مهم جدا. إلا أن الوقت يداهمنا. بعد لحظات سنستمع إلى آية من كتاب الله من سورة الحج تتلو على مسامعنا لميس، وبعد ذلك سنختم حلقتنا اليوم سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الأمن غدا يوم القيامة بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتقوى إيمانهم باليوم الآخر حتى نعد أنفسنا لذلك اليوم ونستعد للقاء الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.